السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض إن أنا عندي طبوغرافيا أو عندي أرض بالشكل دوت، وأنا عايز أحدد ارتفاع معين هبدأ أشتغل عليه، وعايز أبدأ أدرس الحفر هيبقى قد إيه، إن أنا أجيب التربة من بره قد إيه. طبعا الأفضل إن أنا أخليها حاجة بالاتنين، يعني ما أقعدش أحفر كتير أو إن أنا أقعد أشتري، لأن الحفر هضطر إن أنا أجيب مكان يبدأ ياخد التراب ده من المكان ده لمكان تاني. فلو أنا اخترت حاجة في النص واللي هنا احطه هنا هتبقى احسن. طيب خلينا نجي مثلا على منطقه زي دي، لو انا قلت له هنا edit surface وبدات تشوف النقط، هتلاقي ان هنا دي تقريبا يعني 9700، وهنا زيرو، والنقط دي في النص بقى تلاقي حاجه 500 5000 وكده. طيب هقول له ايه؟ اقفل. طيب عايز ابدا ايه، اخد جزء هنا هخليه مستوي بحيث اقدر ابني عليه. طيب هقول له هنا مثلا جال سايت، وهقول له هنا جريد ريجن، فبيقول لي انت عايز تعمل كريت نيو تو سيرفيس زي الموجود بالظبط ولا النقط اللي هي على الحدود. هقول مثلا النقط اللي على الحدود اهوت، هيقول لي ابدأ ارسم. فانا هبدأ ارسم على ارتفاع 5 متر مثلا، دي اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة. تقدر ترسم زي ما انت عايز، هو اوتوماتيك بيبدأ يحسب لي النت كات اند فيل، والفيل قد ايه والكات قد ايه، وكل ما كانت الارقام الكات والفيل قريبين من بعض كل ما يكون افضل، الا لو كان في عامل اخر من عوامل دراسة المشروع. طيب كده انا عملت دلوقتي، اجي اعمل سيلكت على ديت، هيبدأ يجيب لي النت كات اند فيل والفيل والكات. طيب انا عايز اظهر الموضوع ده في جدول، فهجي من فيو واقول له انا عايز اعمل سكادول، واقول له توبو سيرفيس توبوجرافي، واقول له اوكي، وابدا اقول له انا عايز قط فيل، وبعد كده ليت قط اند فيل والنيم، خلي النيم فوق بالشكل دوت، فيبدا يجيب لك الشغل بتاعك القط قد ايه والفيل قد ايه والصافي قد ايه. وممكن تقول له بحسب لي التوتال بتاع كل واحد فيهم لو عندك كذا رقم، انما هنا هو ظهر هنا رقم واحد ورقم واحد، انما لو ظهر عندك كذا ارقام بسبب ان انت عملت الموضوع ده في اكتر من اريا، هتبدا بقى تقول له ايه احسب لي